أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم فيما انتشر هذه الأيام من اللاصقات المكتوب عليها فداك يا رسول الله أو نفديك بأبي وأمي يا رسول الله؟ هذه اجتهادات من الناس وغيره من الناس على من تعدى على الرسول صلى الله عليه وسلم، تركه أولى ما في شك، لكن ما نقول إنه منكر، ما نقول إنه منكر. هذا إشعار إظهار لما في أنفسهم من محبة الرسول والغضب على أعداء الرسول. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.